باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. هارب نعمه المسيح، المزمور رقم 1 في سفر المزامير. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار، وفي طريق الخطاه لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح. لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. بنرحب بكل قيادات دار الكتاب المقدس في مصر، وبنهنيهم على الأنشطة الكثيرة والفعاليات الكثيرة التي يقومون بها في خدمة الكتاب المقدس. وعمل الكتاب المقدس أو خدمة الكتاب المقدس خدمة رائعة وأساسية وضرورية، وممكن أقول إنها أصل الخدمات كلها. فالكنيسة تقوم على الكتاب المقدس، الكتاب في كل صلواتها، لتروجياتها، تسابحها، ترانمها، في كل فصول الكتاب سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. ودار الكتاب بيقدم خدمة كبيرة جدا في هذا المجال، في توفير وابتكار مطبوعات وأنشطة تساهم في هذه الخدمة. لازم نعرف كلنا ان القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة شهيرة جدا، ان علة كل الشرور هي عدم معرفة الكتب المقدسة. علة يعني سبب، علة كل الشرور كل الخطايا هي عدم معرفة الكتاب المقدس. و عايز أقول لك إن الكتاب المقدس في ذاته يمكن أن يمنحك قوة للحياة التي تعيشها. يعني ما هوش كتاب عادي، ما هوش مجرد قراية عادية. ولازم تعرف باستمرار إن الإنسان لو لسانه كان بيغلط بأي صورة من أخطاء اللسان، اعرف بديهيا أنه لا يقرأ الكتاب المقدس. مش ممكن يكون واحد لسانه بيفلت منه، بيقول أي تعبير أو أي لفظ، أو يسوق بأي صورة صورة الآخرين، هيكون بيقرأ الكتاب المقدس. بالتأكيد أنه لا يقرأ الكتاب المقدس، وبالتالي هو يفكر من ذاته، يفكر من عندياته، وتكون النتيجة أنه يحرم من ملكوت السماء، لأن الإنجيل هو الأصل، هو الأساس. الكنيسة حاملة للإنجيل، والكنيسة كارزة بالإنجيل، والكنيسة تعيش بالإنجيل. والحقيقة أنا شخصيا أقدر وأعتز جدا بهذه الخدمة ودورها ودورها في العمل. ومن الحاجات الجميلة إن بيقدروا يغطوا كل الاحتياجات بدون استثناء. فعلى سبيل المثال ده العهد الجديد، شايفين حجمه قد ايه؟ ليه؟ لانه مكتوب بخط كبير، خط يساعد على القراءة والحفظ. ولو كان واحد بيستخدم انه يخطط في الانجيل او يلون في بعض الايات، فالخط كبير وجاهز للقراية بسهولة. كمان ده نفس العهد الجديد اللي أنا قريت منه سفر المزامير كده،
بس مضاف عليه سفر المزامير، فبقى العهد الجديد مع سفر صلاة موجود هنا وبرضه بالخط الكبير. أنا وأنا بلف في المعرض دلوقتي اخترت بعض الحاجات الصغيرة كده كنوع من العينات يعني. طبعا في حاجات كتير بس دي حاجات عجبتني. مثلا ده كتاب فكرة في لعبة، مسابقات في سفر نحمية وأستير ورسالة فيليبي، مجرد مجموعات من المسابقات تساعد أي خادم وأي كاهن وأي مخطط لبرامج الخدمة المتنوعة على مستوى الكبار أو الصغار أنه يستعين بها. ثم أنها يمكن أن تستخدم كل هذه المطبوعات كنوع من الهدايا، يعني خلي هديتك لها قيمة. احنا داخلين في موسم أعياد ومناسبات كثيرة، وأحيانا نجيب هدية تنتهي مع الوقت لكن في هدايا تبقى. مثلا من الحاجات الجميلة جدا ده كتاب اسمه أميرة، أميرات وحكايات، ده للبنات، جايبين نساء الكتاب المقدس. طبعا تعرفين انهم بيحبوا اللون البينك، مش كده؟ واضح يعني الشباب ما يقروش ده، مش كده برضو؟ اه، ولا هم اللي هيقروه؟ طبعا بصورة جميلة، يساعد في التربية، يساعد في التربية وفي التنشئة وفي غرس المبادئ الإنجيلية الأصيلة. ما يبقاش الواحد بربي ابني تايه ما بين التلفزيون وما بين السوشيال ميديا وما بين الأصحاب، ويبقى تايه في حاجات يتربى إزاي إذا ما كانش يتربى من خلال الإنجيل ويحط قدامه نماذج. دي نماذج نساء ممكن أي بنت تتعلق بشخصية في الكتاب ويكون هو ده النموذج بتاع حياتها. برضو للأطفال عملوا كتاب جميل اسمه مفتاح الحكاية، ده كتاب جميل فيه فتحة كده زي المفتاح اهيت، وهو عبارة عن مجموعة من الآيات، 22 آية مفتاحية لقصص الكتاب. تلاقي الآية وصورة بعرض الصفحتين كده، وفي آية كبيرة قدامه علشان ممكن يحفظها. برضو يساهم في تربية الأطفال وفي شرح الحكايات الكبار مع الصغيرين سواء في البيت أو في الكنيسة. دي مجرد عينات. الخدمة ده هي زي أي خدمة بتحتاج صلوات كتيرة وبتحتاج دعم مادي كتير، وأنا أخاطب كنائسنا في مصر وفي خارج مصر إن تعضيد هذه الخدمة يعود بالنفع الكبير جدا على مناطق وأشخاص وأسر تحتاج خدمة الكتاب. فتعضيدك للخدمة دي تعضيد بيبقى موجه جدا. أحيانا إحنا بنخدم الفقراء، بنخدم الفقراء بكل نوعيات الفقر، بس في كمان قطاع في الفقر، الفقر من الكتاب، فقر من الحياة في الكتاب، أو طفل صغير ما عندوش كتاب زي كده. خدوا بالكم أحيانا نقدم الهدايا الاستهلاكية، مش كده؟ هدايا استهلاكية، لكن في هدايا تدوم وتأثر وممكن تخدم أكتر من واحد وأكتر من ولد أو بنت أو راجل أو ست في كل بيت من البيوت. أنا بأحيي دار الكتاب وبأحيي حضورهم معانا، وبنصلي من أجل خدمتهم ونجاح هذه الخدمة في كل مكان. هتأمل وياكم في المزمور الأول الذي هو فاتحة سفر المزامير. المزمور الأول بيعتبر كأنه مقدمة لسفر المزامير، وكلمة طوبى للرجل اللي في الأول هي طوبى للإنسان. وكتير بيقولوا إن المزمور ده ست أعداد لأن الإنسان خلق في اليوم السادس، فهو موجه إلى الإنسان. والجميل في هذا المزمور إنه بيحط لنا إطار سريع وواضح جدا لمن هو الإنسان الذي يسلك في مخافة الله.
مين هو، وبيقدم الصورة دهيت بطريقة مبسطة للغاية وطريقة ممكن يفهمها كل واحد فينا. بيتكلم في الأول إنه بيحدد ثلاث مراحل دايما لأشكال الخطية. مرحلة الفكر تيجي بذرة، ثم مرحلة إن الواحد ينشغل بالبذرة دهيت، ثم الفكرة أو البذرة اللي انشغل بيها تتحول إلى فعل. فيقول كده: طوبى للرجل أو الإنسان، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. المشورة دي فكر، يعني ما باجي أخد مشورة هقعد ويا واحد وأسأله على مشورة، فإذا كان إنسان شرير هيديني مشورة شريرة، هيديني فكرة شريرة. والفكرة دهيت في طريق الخطاه لم يقف، ما وقفش بقى عند الفكرة، ما احنا كلنا بتجينا أفكار عابرة، لكن هي فكرة عابرة، فكرة وحشة جت وعبرت وانتهت القصة، لكن الخوف من الفكرة اللي تيجي وتقعد، وقف عندها وابتدي أنشغل بيها، تتحول للمرحلة الثالثة. يقول كده: في طريق الخطاه لم يقف، في المرحلة الثالثة في مجلس المستهزئين لم يجلس، الفكرة قعدت واستقرت وأثمرت فعل وسلوك في حياة الإنسان. أقرب مثال يقرب لنا المنظومة دي هي الابن الضال. الابن الضال كان ولد كويس متربي في بيت حلو جدا، لكن ابتدى يستمع إلى صوت أصدقائه. طبعا بالتأكيد هو ما راحش في يوم كده من باب للطاء وراح لأبوه قال له اديني نصيبي، ده الأول ابتدت فكرة، أصحابه زنوا عليه، زنوا على ذهنه، الفكرة ابتدت تروح وتيجي، وبعد كده في مرة راحت وجت وقعدت، ابتدى يتشغل بيها وابتدى يقول ولما لا، وابتدى يروح لأبوه. يمكن في أول مرة قال له أنا عايز أكلمك في موضوع لكن مكسوف أو خجلان، وبعدين أبوه شجعه، لكن الولد كان عنده لسه ذرة من الأدب والتربية فلم يتكلم. في مرة تانية، مرة تالتة، مرة رابعة، لغاية ما قال له الكلمة اللي هي خارجة عن حدود اللياقة: أعطني نصيبي من المال. خلاص البذرة اللي كانت حاجة بسيطة عملت جذور، قعدت، كبرت، نمت، شغلته، كبرت في حياته، بقت كل حياته كده أعطيني نصيبي من المال. يعني بالبلدي كده بيقول له أنت في نظري انتهيت، مت، وأنا بورثك بقى دلوقتي، بس يعني من وقاحته يرثه في الحياة. وبالتأكيد هذا الأب نصحه مرة واثنين وثلاثة، مرة قال له عقل، ومرة قال له ما يصحش، ومرة قال له عيب يا ابني، ومرة ما يطلعش منك الكلام ده، ومرة يقول له ما انت في البيت متمتع بكل شيء، لكن الخطية كانت تملكت منه فذهب إلى مجلس المستهزئين وجلس بين الأصدقاء، أصدقاء الشر، وعاش في هذا الشر، لكن رحمة الله افتقدته بأنه يعود إلى صوابه. أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. لذلك البداية الطريق أو بداية السلوك ابتعد عن هذه الثلاثة: البذرة والانشغال بالبذرة اللي بتكبر أو اللي هي الفكرة، ثم فعل الخطية أو السلوك الخاطئ بصفة عامة. طيب ما هي الوسيلة؟ إيه هي الوسيلة اللي ممكن تساعد الإنسان؟
حدد الوسيلة وبوضوح شديد في الوصية. علاج الإنسان في كل زمان أن يعيش الوصية. ليه في بعض الناس يسلكوا طريق شر لأنه بعد عن الوصية؟ ليه في ناس معاندين لأنه لم يتمتع بالوصية؟ ليه في بعض البيوت مفككة؟ أنا لا أتخيل أنه يوجد بيت يقرأ الكتاب المقدس ويتقدس هواء البيت بما يقرأه كل أفراد البيت، وأن البيت ده يبقى فيه مشكلة ومشكلة توصل إلى التفكك والانفصال. لا أتخيل هذا، مش ممكن يجوا بعض. زي بالضبط ما أقدرش أقول في نور وظلمة في نفس التوقيت. فعلاج هذا كله هو من خلال الوصية. علاج مشكلات الإنسان هي من خلال الوصية، وصية الكتاب. يقولها لنا كده في هذا المزمور: لكن في ناموس الرب مسرته، فرحه، سروره، بهجته في الوصية. الناموس هنا معناها القانون، قانون يعني الوصية. وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يعني مجرد تيجي الوصية قدامه يمتلئ فرحا كأنه حصل على كنز. ولما لا؟ القديس يوحنا ذهبي الفم يقول: الكتاب المقدس منجم لآلئ، منجم لآلئ. ففعلا كل وصية هي بمثابة لؤلؤة، لؤلؤة كثيرة الثمن. في ناموس الرب مسرته، ماشي في ظلال ربنا، في ظلال الوصية. وربما أيها الأحباء، سفر الأمثال الذي يجمع خبرة حياة، سفر الأمثال ده عبارة عن عبارات جنب بعضها كده، هي خبرات الحياة. لما تقرأ سفر الأمثال تختصره في كلمتين: إن اللي ماشي ويا ربنا دايما ناجح ودايما فرحان، دايما متعزي، واللي بعيد عن الوصية دايما واقع في خطايا، ودايما أيامه ليست أيام جيدة، وحياته كلها مكركبة على بعضها، إنجاز هذا التعبير. واحد بعيد عن الوصية. في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يعني يصير الكتاب هو حياته بالنهار وبالليل. بالنهار سلوك، النهار دايما تعبير عن العمل، الشغل، وبالليل تعبير عن الصلاة والتمتع بالهدوء مع الله. فياخد يتمتع بكلمة الله ليلا، وياخدها يسلك بها نهارا. وبالصورة الجميلة دهية بيقدر يعيش حياة ناجحة. عايز أقرأ لكم آية في سفر المزامير أيضا، في مزمور 42 يقول في عدد 8: بالنهار يوصي الرب رحمته، وبالليل تسبيحه عندي صلاة إلى حياتي. هقولها تاني، مزمور 42 عدد 8: بالنهار يوصي الرب رحمته. يعني أنت أيها السالك في وصية الله، الله يرسل رحمته لكيما تعينك، تسندك، تساعدك، تضلل عليك. طب ده في النهار دول ربنا. بالليل بقى: وبالليل تسبيحه عندي صلاة. عايش بقى في الصلاة، في التسبحة، في التسبيح، في كلمة ربنا، لإله حياتي. أملك إيه إن أنا أقدمه لربنا غير إن أنا أجي بالليل وأقول له: أشكرك على كل اللي عملت وياي في هذا النهار. بالنهار يوصي الرب رحمته، وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. وخد بالك من التعبير الجميل: لإله حياتي. ده إله حياتنا كلها، كلنا،
بس إلى حياتي الإحساس الشخصي بالعلاقة الشخصية اللي بتربط هذا الإنسان هذا الرجل هذا الإنسان بالله، إحساسه الشخصي من خلال الوصية. إذن العلاج هو تمسك بالوصية، عيش الوصية، اعرف الوصية، افهم الوصية، تأمل في الوصية، تكلم بالوصية. كلكم بتحبوا الآية ده، هي ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. بنحفظها آية والشاهد بتاعها كده سهل، متى 4:4، لكن في نفس الوقت مفروض ان احنا نعيشها، مفروض الواحد يشعر بيها. بعد كده الجزء الثالث والاخير في يعني النصف الاول من المزمور بيبتدي يدينا صورة رمزية رائعة التأمل في عن هذا الإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. يقول لنا إيه بقى؟ يقول لنا يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه اللي هو الإنسان ينجح. أول حاجة عايزك تعرفها أنه توجد كلمات مفتاحية في الإنجيل. يعني مثلا لما أقول كلمة ملاك ليها في آية يبقى هي رمز للسماء على طول، ملايكة دول سكان السماء. لما أقول كلمة شجرة يبقى رمز للصليب على طول. لما أقول كلمة خمر زي في معجزة عرس قانا الجليل يبقى ده رمز للفرح على طول. يعني أمنا العذراء لما قالت للسيد المسيح ليس لهم خمر عشان يقدموه، لكن الصورة النبوية للكلمة ليس لهم فرح، أو على الأدق ليس لهم فرح الخلاص. شوف أمنا العذراء لما قالت في التسبيحة إيه، تعظم نفس الرب وتبتهج فرح، تبتهج روحي بالله مخلصي، تبتهج بالخلاص. العهد القديم ما فيهوش فرح الخلاص، العهد الجديد هو أساسا فرح الخلاص. فالكلمات المفتاحية مهمة جدا. فساعة ما بيقول لك كشجرة على طول ذهنك يروح رايح للصليب. ودي لك دليل على كده، هو يعني السيد المسيح لما جه يقابل الرجل القصير ده اسمه زكا، لما جه يقابله اشمعنى يعني يقابله عند الشجرة؟ اشمعنى الشجرة دي في وسط الزحمة؟ ولا كان يروح له مكان الجباية؟ يعني عملية ما هي الصعبة عند الشجرة، لأن الشجرة رمز للصليب الذي هو الخلاص. مثلا السامرية لما راح يزورها يقابلها السيد المسيح يقابلها عند البير الساعة 12 الظهر. ليه؟ ساعة الخلاص. دي مش جت كده بالصدفة يعني، ولا استنى لما الساعة بقت 12 وركا راح، ده الساعة 12 يعني عز الشمس، لكن انتظرها في الوقت ده، لأن كل حادثة إنجيلية لها المدلول والرمزية بتاعتها، لها المعاني الواسعة بتاعتها. فيكون كالشجرة، الشجرة كائن حي وكائن ينمو وكائن مفرح. الشجرة دايما شكلها مفرح، حتى في إنشاء المدن يقول لك المدينة دي مساحتها قد إيه، طب مساحة الخضرة فيها قد إيه، طب مساحة عدد الشجر فيها قد إيه. كمان الشجرة وسيلة أنها تجدد الهواء، بتاخد ثاني أكسيد الكربون من الإنسان وتقدم الأكسجين للحياة. ده كمان الشجرة بتقدم الظلال، تكسر حدة الحر أو سخونة الجو. كمان الشجرة بتقدم المنظر الجميل، حتى في فن يقول لك فن تنسيق الأشجار أو تنسيق الزهور، وبعض الدول بارعة في هذا الفن.
كمان الشجرة بتقدم ثمر أو تقدم غذاء أو تقدم دواء أو تقدم مواد صناعية تستخدم. الشجرة بتقدم حاجات كتيرة قوي. فوق ده وده بتقدم شجر، بتقدم خشب. الخشب، خشب اللي بيبقى أساس ويستخدم على نطاق واسع في كل باب وكل شباك، كل ترابيزة وكل كرسي إلى آخره. ثم أن الشجرة يمكن أن تصير وقود، تقدم وقود. وهكذا الشجرة لها معاني كثيرة جدا. يا ترى أنت زي الشجرة؟ يا ترى أنت مثل الشجرة التي تعطي؟ ثم أهم شيء تقدمه الشجرة غير كل اللي فات ده، أنها تقدم الصمت والهدوء. عمرنا ما شفناش أشجار كده بتتخانق ويا بعضها مثلا، ولا أشجار بتعتدي على بعضها، ولا بتفترس بعضها. ممكن واحد يقول لي فيه أشجار بتاخد تصطاد الحشرات، الحاجات النادرة دي، لكن أنا بتكلم في العموم. الشجرة تنمو في هدوء، في صمت، حدش يسمع لها صوت. وانت ماشي كده تشوف نخلة طويلة والبلح طالع فيها ومنظرها رائع ومحدش سمع لها صوت. الحياة تعلمنا هكذا. الشجر وانت ماشي، ليه في أشجار كتيرة في حياتنا؟ علشان المزمور ده، عشان تسأل نفسك باستمرار، يا ترى أنا زي الشجرة دي؟ يا ترى أنا فيا من صفات هذه الشجرة؟ ليس هذا يا إخوتي تأملات أو نوع من البلاغة، ده هذا الحقيقة إزاي تعيشها. يعني كأن ربنا عمل لنا الأشجار دي وسائل تعليمية وتوضيحية لسلوكنا الروحي. هو عمل الأشجار عشان كده. وبعدين بتقابل شجرة طويلة وشجرة قصيرة، وشجرة ثمرها كبير وشجرة ثمرها صغير، شجرة ورقها صغير ورقها كبير، وأشكال الورق، كل ده علشان تؤمن بالتنوع، التنوع الإنساني. مش كل البشر زي بعض، لكن مفيش حاجة أهم من حاجة، مفيش حاجة أكبر من حاجة أو أحسن. الكل محتاجين يكون كالشجرة. وبعدين لو هو بيتكلم عن الشجرة يذكر أهم شيء أنها مغروسة. ربنا ما يحبش الإنسان يبقى سطحي، يحب الإنسان يبقى متعمق، يبقى له جدر، جدر. حتى إحنا لما عملنا في الصيف اللي فات عملنا ملتقى للشباب، لشباب من أماكن كتيرة من كنايسنا في العالم، سميناه كده باك تو روتس، عودة للجذور. ما هي شجرة ماري مرقص هنا في مصر، جذورها في مصر وامتدت فروع بقى في كل حتة. فالجذور شجرة مغروسة، مغروسة يعني ثابتة صلبة. الجذور في حياة الكنيسة هم الآباء الذين سلمونا الإيمان وسلمونا الحياة. وزي ما بنصلي كده باستمرار في القداس ونقول من جيل إلى جيل، من جيل إلى جيل، شجرة ثابتة. الشجرة الضعيفة شوية هوا يشيلوها، والشجرة الثابتة القوية مفيش حد يأثر فيها خالص خالص. حتى النخلة الطويلة دي لما بتضربها بالطوبة، وده منظر مألوف عندنا في مصر خالص مش كده برضو، تضرب طوب تنزل لك ايه؟ بلح. عمرها ما عكست مش كده برضو، حتى لو ضربتها بالبلح هتنزل لك بلحة برضو، مش تنزل طوب. ما هو ده تعليم. زي ما بقول لكم الأشجار دي وسائل تعليمية، الله وسائل تعليمية طبيعية أوجدها الله أمامنا. شجرة مغروسة لها جذور ثابتة، لها تاريخ، وشجرة قوية، وشجرة المغروسة دي لها جذور ممتدة، وامتدادها ده بتدور على غذاء صح. أحيانا وإحنا رايحين الأديرة تشوفوا منظر جميل قوي،
واحنا رايحين لأديول لو قدر لك انك تروح تدير مشي في وسط الصحراء كده بالذات أديرة البحر الأحمر وانت ماشي كده على المدقات تلاقي المدقة أسفلت يعني جابوا زلط وجابوا الزفت وجابوا وابور يضغط عليه كل ده حصل وحاجة سخنة وتلاقي في وسط الأسفلت طلع نبتة خضرة صغيرة تقول يا نبتة ضعيفة جدا غلبت الأسفلت غلبته وشقته وطلعت من وسطه. الطبيعة لها فعل لها قوة. الشجرة المغروسة لها تاريخ وجذورها جذور الكنيسة وجذورنا كلنا هم من خلال الأباء اللي سلمونا حياتنا وإيماننا. يقول لك شجرة مغروسة عند مجاري المياه. مجاري المياه عمالة بالجذور دي تدور على المية تعيش. الشجرة عايزة المية ومجاري المياه يعني المياه التي تجري مش مية راكدة مش مية واقفة لا مية متجددة. ولذلك هذه الشجرة يا نعة يا نعة هي مغروسة عند مجاري المياه. وفي الفهم الروحي الكنسي مجاري المياه هي الأسرار الكنسية الأسرار اللي بناخد منها نعم يعمل فيها الروح القدس ويعمل فيها وهي التي نأخذ من خلالها نعمة المعمودية ونعمة التثبيت ونعمة التناول نعمة الاعتراف نعمة الزواج إلى آخره. يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه. لو شفت شجرة كده دبلانة مفيش مجاري مياه مفيش غذاء أو الإنسان كده اللي ما بيتغذاش على كلمة ربنا يبقى شجرة دبلانة. وبعدين يقول لك التي تعطي ثمرها في أوانه. الثمر هو حياة الفضيلة أو حياة الفضائل. الموقف ده عايز منك الجواب اللين ثم يطلع فضيلة الجواب اللين. الموقف ده عايز منك محبة الآخر تطلع الثمرة بتاعت محبة الآخر. الموقف ده عايز منك الاتضاع يوم تطلع ثمرة الاتضاع. تعطي ثمرها في أوانه أوان حياة الإنسان كله. مش بيقولك كده مثلا الجواب اللين بس في الغضب في وقت الغضب أوان الغضب يليق بالجواب اللين. والكلام الموجع يهيج السخط. خد بالك ما الكلام الموجع ده مش ثمرة للشجرة خالص. فيطلع الجواب اللين يطلع في التوقيت بتاعه بالضبط. وقيسوا على هذا أمثلة في حياتنا لا تنتهي. فيصير الإنسان مثل الشجرة الفضائل تظهر في حياته في كل موقف وفي كل أوان. يا بخت الإنسان اللي بالصورة دي يا بخت الإنسان اللي عايش كده يا بخت الإنسان اللي فرحان بأن شجرة حياته فيها كل هذه الثمار وعمال يتعلم الثمار. أحد التدريب القوية في حياتنا الكنسية سير القديسين. سير القديسين لما بنقراها سير الأباء اللي عاشوا أنت مش بنقراها عشان نمجد تاريخهم أبداً. احنا بنقراها عشان نعرف ثمر حياتهم وتعلم من القديس ده فضيلة الطهارة ومن القديس ده فضيلة الحكمة ومن القديس ده فضيلة الصلاة وافضل اتعلم فضائل طول حياتي واضيفها ليا باستمرار. زي بالظبط لما بنقعد نهتم الشهر ده شهر كياك بأمنا العذراء مريم. هو اشمعنى يعني أمنا العذراء مريم؟ أصلها مليانة فضائل. كن شاطر وخد منها فضيلة السنة دي والسنة الجاية عليك خير تاخد فضيلة تانية وتضيف لحياتك فتصير كالشجرة المثمرة التي تعطي ثمرها في أوانه. نكمل ويقول لك وورقها لا يذبل دائمة الخضرة. الورق هنا أنها مكسوة بالنعمة
بالحضور المسيحي. يعني حضرتك لما تحضر في مكان مسيحك يحضر فيك. بولس الرسول في يوم قال كده: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. المسيح اللي عايش جوايا هو اللي بيتصرف، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقرر. هنا ورقها لا يزبل، عمرك ما تشوفها ناشفة، تفضل خضرة. وفي نوع من الأشجار كده أخضر طول السنة، دايما خضرة، دايما متجددة على طول، دايما منظرها رائع، عمالة تكبر وتنمو وحجمها يكبر، لكن ورقها لا يزبل، دايما حية. السبب أنها مرتبطة بمجاري المياه. شوف المنظر الجميل ده وانت ماشي كده في الشارع ولا راكب وسيلة مواصلات، بتشوف شجرة، بتشوف نخلة، بتشوف أشجار متنوعة، سواء قدام المباني أو في وسط الشوارع، بتشوف الأشجار ده هي وتقف كده تتأمل فيها. أنا أحيانا يظن إلي أن الشجرة اللي موجودة، مرة في مرات كنت بخدم في منطقة في عملوا فيها مصنع، المصنع ده بيطلع ملوثات في الجو، فجت على الشجر، فكان إحساسي، كان طريق كله شجر كده، كان إحساسي أن الشجر واقف زعلان وكأنه يعمل مظاهرة صامتة. الورق بقى يسمر والورق ابتدت تجف، وصار اعتداء الإنسان على الطبيعة الجميلة، طبيعة الله الجميل. ورقها لا يزبل، شجرة مغروسة وعند مجاري المية تعطي ثمر، ورقها لا يزبل. ايه المنظر ده كله؟ يروح نائل وراجع، ساب الشجرة وراجع على الإنسان، وكل ما يصنعه ينجح. لازم ينجح، يعني بعد كده ايه يعني؟ ما لازم النتيجة تكون كده. كل ما يصنعه، يعني كل ما يحط ايده في حاجة تنجح، في مشروع ينجح، في أسرة ينجح، في تكريس ينجح، في سفر ينجح، في دراسة ينجح، كل ما يصنعه ينجح. هي دي الصورة المثالية، وليست بعيدة عن أي إنسان مننا. الإنجيل في إيدينا والوصية قدامنا، ليست بعيدة. كل ما يحط إيده في حاجة تنجح، كل ما يصنعه ينجح، سواء حاجة صغيرة أو حاجة كبيرة. ليه؟ لأنه يعيش الوصية. المزمور الأول هو بيحط خطة عامة تصلح لكل البشر، ويقدم هذا الدرس الروحي مع الوسيلة التعليمية واسعة الانتشار في العالم اللي هو الشجر، ويقول لك يلا عيش بقى وتمتع بوجودك في هذا الجو الروحي، تكون حياتك كلها ناجحة. والحياة الناجحة يعني لك نصيب في الأبدية وفي السماء. احنا بنحتفل بيوم الكتاب المقدس، صح اسمه يوم الكتاب المقدس، لكن مفروض السنة كلها تبقى سنة الكتاب المقدس. بنشكر دار الكتاب، وأؤكد على دعمكم ومحبتكم وخدمتكم، وبنشكر التعب اللي بيقدم في هذه الخدمة، وبندعو الجميع أن يشارك في تدعيم هذه الخدمة بكل الصور، والتدعيم المادي وسيلة قوية جدا لكل كنائسنا هنا وفي خارج مصر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. Nem benio
يودم مدروليتيس أبا مرقس نمن يوتن هيتس كوبوس نيت كينيمن نودن ديت ببيت أقروي جنوس رونوس إنان ميش درم بين مالسيون إريني كونن تيزر ليون موغاجي كيرو صابي سيكتن موت شارب جين كولن دوي بيرسو سيري يكون دبكاني نو بين آني بلخين وإريني قضاب منيشتين لاي كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوكي سونا من اسمه إيرويس مو إيرويس تيميطان يكون ليترأف الله علينا وباركنا وزور وقع علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات وطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيسة وأربعة عيونات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماية وكل الذين أرضوا رب عملهم صالح منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوته تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد لابد أمين بمناسبة الأعياد ورأس السنة والأعياد اللي جاية دي هنوقف الاجتماع لغاية يوم 23/1 بعد عيد الغطاس إذا أراد ربنا وعشت محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع روحك أيضا Thank you.